مع شروق الشمس يعود الصيادون المتعبون إلى ميناء غزة بعد أن تواروا عن المدينة لساعات طويلة في مهمة البحث عن الرزق، مهمة فيها الألم والأمل وفيها الخوف والفرح. شوية سردين على شوية يعني 5-6 بوكس 10 بوكس بزرة مع شوية سردين مع شوية اللي هو سكمبلة صغيرة. السنة نوعا ما يعني بيجي للعامل بيجي له 50 شيكل 40 شيكل في الليلة، صاحب المالك بيجي له مثلا 1000 شيكل 500 شيكل، لكن ما بسكر عجز العشرين سنة الماضية 17 سنة الماضية. ينتقل السمك إلى المزاد في أولى خطوات بيعه، فهذا المنادي يعرف باسم الدلال. فهذه الأيام موسم صيد سمكة السردين التي تحظى بشعبية كبيرة في أوساط الغزيين وخصوصا الفقراء لرخص ثمنها وما تمتاز به من طعم جيد، جعلها تتربع على عرش موائد الطعام بلا منافس. السردين تطلع وموسمها يكون كويس، منحس شوية بأمان إنه بحرنا مفتوح وفي عنا ناس بتصيد وبتجيب لنا أكل وشرب على أساس إنه يعني الناس تعتاش. وفرة السمك هنا لا تعني انتهاء القيود الإسرائيلية في البحر بالنسبة للصيادين، فهم يطالبون بإدخال كافة مستلزمات الصيد وإنهاء الحصار البحري الذي يعاني منه 4000 صياد في غزة. يعني أكبر تحدي اللي هي المعدات، اليوم الاحتلال مانع كل معدات الصيد، المطورات، الشباك، المواد الفيبر جلاس اللي بتصنع منها مراكب الصيادين، تقريبا 70% من مراكب الصيادين هالكة لأنه ما في مادة الفيبر جلاس والخشب اللي منعها الاحتلال يدخلها إلا عن طريق تنسيق وعن طريق إجراءات مشددة. وبموجب اتفاق أوسلو من المفترض أن يسمح للصيادين بالإبحار لنحو 20 ميلا بحريا من الساحل، لكن بعد فرض إسرائيل الحصار على القطاع عام 2007 قلصت المساحة بما لا يتجاوز 15 ميلا بحريا. أيمن أبو شنب، الغد، غزة، فلسطين.